لقطات لفريق بلاتينيوم في تدريباته اليوم. اعتقد المواجهه حبينا نفصل بس الناس بيها قبل فقره ريمونتادا، عشان بالظبط ريمونتادا الآن. النهارده ساخنه جدا. لقطات لبرنامج خط احمر حصريه لتدريبات فريق بلاتينيوم. اعتقد المباراه زي ما قلنا مباراه فارقه، نتمنى ان النادي الاهلي يكون على الموعد بكره يا احمد، في ان 3 نقاط هنا ثم 3 نقاط في المباراة اللي تليها يخلونا ندخل واحنا محددين اهدافنا. معادلة الدوري لسه محققناش في افريقيا، لازم نكون صراحة، تفوقنا في الدوري لسه مش بنفس القدر في افريقيا. اكيد، ونتمنى كمان تكون في عدد اهداف. يعني طبعا هنتمنى الفوز اولا وكل حاجه، لكن زي ما قلنا في بدايه الحلقه ان النجم الساحلي فاز على الفريق ده في ملعبه 3-0، ثلاثيه، فانت محتاج فعلا يكون عندك، وتعثرت نتائج النجم فيما بعد في الدوري على فكره، المحلي. نتائج سيئه جدا. متابع جاريدو، جاريدو انت متابع، في غيرك مش متابع؟ لا بدا يتابع، تصدق لا رجع كويس يتابع. جدا.